علاج الإمساك. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله. للأسف هناك العديد من الإجراءات التالية التي نستطيع استخدامها لعلاج الإمساك. أعزائي، أول نصيحة، عندما تشعر بأنك بحاجة إلى التبرز والذهاب إلى المرحاض، اذهب فورا. ثاني نصيحة أنصحك إياها هي: عليك عزيزي من الآن الإكثار من شرب الماء، لأن الماء كما نعلم هي ملينة كبيرة جدا للأمعاء، إذ تساهم بدور كبير جدا على علاج تلك المشكلة. ثالثا، النشاط البدني. عليك يا عزيزي زيادة نشاطك البدني وممارسة التمارين الرياضية في معظم أيام الأسبوع، وخصيصا قم بتمرين العضلات المتواجدة في المعدة مثل تمارين المعدة.